نسولف في ترى الخطا في اللي 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 اللي, اللي ما يخطي ما يصيب ما يصيب الله واللي ما يغلط الله ما يدل ولا يغلط الا اللي تزاحم عنده المعاني والكلمات والجمل في احتار وش يطرع. اما اللي ما عنده الا جمله حافظه يرددها كل شوي هذا ما يغلط ابدا يا اخوان. عندك تعليق ابو عبد الله؟ ذكرت لي موقف أسلم. يقولون الشيخ جلال ابن عبد المحسن الفرب ايه ابو جلال ايه الله الله الرجال سافر ومع اثنين من خويه من ربع وراح للسفره ويقولون خويه طريقه جلال في السفر ما يضيف اي ها ما يضيف ويروح ويرجعون على مذهبهم ايه ما يضيف العرب ياخذون معهم مذهبهم ويروح ايه وخوياه يقولون وقت ربيع ويقولون يا جلال انت الفرب والناس ربيع وخير بتهزع العرب يا اخي لكن وغير على مذهبنا على بر ولا على تمر ولا على يبون الشباب يبون اللحم إيه. فهذا نهجها الرجال ومثلين إيه. مع اخوياه ما ودي يكلف على احد ويوم منها قبل طال امرك يوم من الايام وجاء في هاك المنطقه اللي فيها انخفاضات الله اعلم انها يا في الصمان يا فيها مكان طامن وفيها مكان مرتفع شوي وهي الارض تشوفها تحت منها متساويه ولي والله انها كان ارض الزينه ومعصير هم يخلون ركايبهم تعشي هم يشبون نارهم هم يسوون قهوتهم وطريقتهم رسوا مقهوتهم يشون خبزهم هم تقدموا ولا مرحوا بعد عندهم لكن معصير ايه يوم القهوة عدت خلص ويشتغلون وهو يتبين ويوم انه تبين ولي والله انه ولي والله انه البيت حدر منهم ايه قريب ايه اللي راع البيت يطلع في الرجال اللي يطلع عليه غرب منه ما ادير خلا مدويين مربع الرجال والرجال ينشف اللي شافه راع البيت وراع البيت يطلع قال يا ريجي الله ترى حنا خطينا كان عنده عوايدهم انك ما تجي تشب النار قريب عرب الله اما انك تقلط ولا تروح بعيد ولا بعيد عنه الله الله هذه العوايد ومن حق راع البيت انه يجي ويطق دلتك ويقول لك مخير يا اقلط يا قم يا شد شد ما تجيب جنبي وتشب نارك تسوي صحيح قوي عوايد هذا صحيح فقالوا يا ولد حنا توهقنا قهوتنا خلصت والرجال جاء حنا وش الحل؟ قال عذر قالنا بنتعذر منه بس اسمعوا كوا لا يعرف ما نبقى اي خلنا بس يجي جاء الرجال السلام عليكم السلام ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم لا انتوا بلي قلطتم يا رياجيل ولا انتوا بلي بعدتوا عنا تشبون ناركم تسوون قهوتكم بجنب بيتنا قالوا العذر والسموحه العذر والسموحه والله ان ما شفناك الا يوم طل واحده منا للبيت حدر منا ولا والله قهوتنا جاهزه يا سلام لا والعذر والسموحه قال تبون يعفيكم تبون يسامحكم قالوا اي والله باليمين قالوا اقلط اقلط قال ماني بقلط لكن تبون يعفيكم وتبون يسامحكم قالوا والله الله نبيك قالها بعد ما تقهوا معكم اجدد لكم القهوه فيهم فيهم ايه امن سلام اجدد لكم بعد المغرب تم الله الله هو يقلط معهم الرجال هو يتقهوى معهم يوم نتعرف تقهوى معهم قال خلاص الحبون عندي خط قوتل توجع تسلم ويمشي الرجال انا ولا اخذته بس عشان ولا ماني بحق اني اخذه قبل حتى ضيوفنا لكني اخذته علشان مشيت من اليمين هو من القهوه ولا والله ان خويانا وضيوفنا لهم حق علينا اي بالله ما شاء الله فقال الرجال قال جلال الخوياه لا حد يقول لا حد لا جناه لا حد صب الفنجان لا تقول عطه الامير ولا عطه الشيخ ولا عطه ولا عطه لا خرج يمشي على ما هو عليه وعلى برنامج عشان ما نكلف عليه ويقدم لنا ميسوره احنا ونمشي بنتعشى عنده لا بنمسي بعد بعد العشاء بنمسي ولا تكون رسميه لكن لا تكون رسميه على ميسوره سلام قال حنا طعمك بعد ساعه المغرب قال حنا صلينا قال حنا نقلط عليه قال جينا والله كبدوي ما عند احد خلاص ما عند احد قال حنا وياه النار الشاب قهوة الجاهزة الله الله يرحبنا ويهلي نستانس حنا وياه قال يوم من عوايدهم قال لط عشاء قالوا حاطين هاك الهرفي حاطين هاك الفطح سلام لا بعد ما هي بهذه جاء شيء ثاني يقدمها طال عمره قدامهم يوم قدمها وهو يجي لين جاب جنب جلال السمع عرفه بس ويحط يده على منتبه قال قوم يا الحصان ولد الحصان عرفه بعلمك لا قوم يا الحصان ولد الحصان على واجبك انت اخوياك قال تبه من اللي معلمه تبيه فلان ولا فلان
هالرجال جاء معلومه ويلتفت على واحد مصي محرصه يقول لا تبين، انا خابرك تحب العشاء وتحب هذا التبر، خافك تحيل الرجال شيء عشان تبغى يذبح. ويلتفت على رفيقه قال عليه بالطلاق اني ما قلت له ولا كلمه. اللي يقول من خويك يا خويه؟ اي يوم التفت عليه قال علي بالطلاق اني ما قلت له ولا كلمه. قال عاد المعذب هي وافقت. اي وافقت اي بالله. ايوه تبريه وافقت. قال هي وافقت. قالوا اي بالله وافقت. معذب له نظر. اي بالله وافقت. اي بالله. هذا الشيخ جلال الرجال البدوي في فراسه. كذا عرف الرجال من جلسته من هيبته من من يمكن من حفاوه اخوياه له كل شيء. لا هو منعهم، هو الفرم مانع اخوياه الريجين، لكن الرجال من منطقه بين من اسلوبه الحر اللي شرواكم واضح. هذا بس ما حبيته. سلمت سلمت. اي يوم لد عليه قال على بطاقني ما قلت له ولا كلمه. سلمت. قال عاد هي وافقت. قالوا بالله الحين وافقت. الله سلمت. الله وافقت. ربهم ما يقطعون هذا السالفه، انه لا جاء طلاق وحرام يقطعونه لانه ما يجوز يا اخوان. اي بالله والله ما يجوز. لكن ما يجوز ولا ايمان. لا ابشر. وترى ترى يمكن جيت من عندي ترى حرب اهل الدين ولا راح يطلقون. ونعم ونعم. ما راح يطلقون الطلاق هذا اللي نقوله. ونعم. بس احنا صار يدرج على سنتنا. والله طال عمرك حرب ولا طير ولا كل خذ. لا لا بس انا اقول وقت وقديم وعند حرب مستحيل انهم. لا بعض الناس الله يهديه يحرم ويطلق وهو ما يجوز. ولا هو يجوز الناس يطلقون يحرمون. احنا كل يوم في المجالس ونسمع. يبي يحلف. ابو عبد الله مداك ويسمع. قصيدة قريبة من هذه. أسلم. لا تضيعونا موضوع الحلقة لا لا اليوم. لا لا لا. ترى أنا وديني بدينا. هي حلوة. نبدأ قصير. موضوعنا. إيه. إيه. أبشر أبشر. وهم هم من السرسل في الموضوع. هي حلوة وقصيرة. ونبدي ضيفاننا ولا لا؟ أقول أبشر. هانتبهوا يا شيبان القدام. سنتين سنتين ضيفان. إيه. كل واحد العطى سنتين طويلة. ترى ترى بقول لك على شيء. ها. ترى معلومة. يعني بقول لك على شيء. ترى زين السوالف. إيه. وزين النبو وزين الشهادة ترى كرام للضيوف. هيه. ما هو جكذا على طول أنت تقول تقول أنت تحدث لا أنت سمع شيء. لا جملت جملت يا أبو عبد رجعت يا أبو عبد الرحمن رجعت ما هي بمشي ها. أما هذا طال عمرك عند ربوع عمر اللي أنت خابر. أسلم. في السؤال ذيك اللي جاءت على طريق الباحة. أسلم. وراح واحد من الجماعة شيخ وخبرته معه معزومين عند رجال من جماعتكم. بحول جعبة. أي ما. وعود راح ودور 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 ما دلهم الله على البيت. جا الليل قالوا ما يا الربع شوف المطلق راعي الضوية ذيك خلنا نقلط عنه. ثلاثة ولا أربعة أربعة والضيوف اللي يجون سواء عند البدوي صحيح ما الله أيوة لا وعد ولا ميعاد. المهم طالت أعماركم دخل المغرب فعودوا وقلطوا عليه. والله الرجال شعم ناره وقرب قهوته وقرب كذا نص الكرامة شبت النار. ايه نص الكرامة. والرجال احتار وش يسوي يطرها ام تقول انت لا يكون قال له شيء. المهم الرجال ما يدري شو اللي وشو عليه. رحب الرجال وصب الدلة وصب الدلة قام بدون كلام وراح ذبح الذبيحة. الا قال قدام يذبح الذبيحة اللي قدام يذبح الذبيحة يغسل كذا. قال يا ولد قال نعم. قال قال كلمتين يبغى يحزهم وهو اللي يدير الذيك كرمهم زايد لكن يبغى يتاكد وش اللي قلته عم نزل الضيفان كان من العنايز. اها قال واحد ان انا حرزك الفرو الفرو عندنا هذه سالفه دارجه. إيه؟ حرزك الفرو كم ما من العنايز. سكت اخذ سكينه وراح مد ذاك كثير تشحم. إيه؟ هناك وعود قال واحد منكم يصرخ الذبيحه ماني بقادر لها هو صادق قام هذا يصرخون قال وعاد تخيل لا تش هات الثلاجه حطها عند ابو تخيل. جاب الثلاجه شخصيا حطها عند ابو تخيل وظل سكر حطها عنده ابو تخيل دائم حطه عند الثلاجه الحال وظل سكر ايوه حطها عند الثلاجه عندي نوم شوي. المهم طالت اعمار خله خله عنده خله عنده خله وما يكفي لا فنجان ولا ثلاثه ولا خمسه. يوم عادت تطبخ الذبيحه قال يا ضيفان من هو من راعي كلمته حرزك الفرن يبغى يستنطقهم ذحين. دار انه جاب كلمه ما يدري وش هي وكذا اي قال هذا قال لا ماني بنا قال لا قال نعم انا والله كذا كذا. قال لا والله معك حق صل على محمد. انا والله بغيت استفتحكم واشوف ايش الضيفان ذولا لا الحين لا والله شرعتكم علي وابشروا بالحق بغيتوا حق رجال الله المستعان. اي والله قالوا جل هذا علمنا معزومين عند رجال كذا كذا واثر ما بينهم بينه يمكن نص كيل ولكن الله يحييكم عد ما مشيت سلامتك سلمت جملت جملت اقول اشرب قهوه وريحني
والله عندك سهله مغدا عشان يقول تسلوين بياكل سبدي. يا اخي حركات عليه يا ابو تخيل من صلاه الفجر وانت معقبني. لا لا وبعد شرس علي يقول انا برقد. قلت وش اسوي؟ قال شرط تمر بي تشري لي في قهوه سوداء يشرونها العيال ما يخلي الواحد يرقد. واروح ندورها لقينا الهندي قلنا وش اسمه؟ قال اسمه بلاك كافي. ايه وقال عطني كبير وياخذ له حق ذا كبره. ما هي باسل اياها عليها انت يدمن عليها. ما انا رقد ولا ما هي بشوفها ثلاث مرات يدمن عليها ترى. بعضها تلي اقعد للمغرب وبعضها يرجع من شاربينها شارف وعنك شربت القهوه ذي وعنك عودت على القهوه السعوديه. لا السعوديه ذي جانه قولوا يا الله واقول يا الله يوفقنا وياكم القاعدة ورضا. كل يوم نحاول ان ناخذ لنا هدف او موضوع نتكلم عنه. اول شيء لجل نفيد انفسنا حنا، ثانيا نفيد المستمعين. لا. وكما تعلمون ان الله عز وجل قال في كتابه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ويش وبالوالدين احسانا. يعني حط بعد عباده الله جل وعلا الاحسان الى الوالدين. وكما تعلمون في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه الصحابي وقال يا رسول الله من أولى الناس بصحبتي؟ يعني من أكثر ناس أرعاهم ولهم علي حق ولهم علي واجب ولهم علي حق معاملة؟ قال صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والحقيقة أن كل الوالدين لهم حق وفضل ما هو بسيط لا عند الله ولا عند خلقه. وأمس تكلمنا في حلقة جميلة جاء عليها ردود وجاء عليها الحمد لله من فضل الله تعالى علي وعليكم، يعني نفعت الناس. وتكلمنا عن الأم وحنا بديناها لأن محمد صلى الله عليه وسلم بدها في الحديث وقالها ثلاث مرات ترى نحن بشركم على السنة. واليوم ودنا نتكلم مع الطرف الآخر وهو الأب. ودنا كما عهدنا عنكم عفويتكم اللي شفناها أمس وقبل أمس كل منكم يتكلم عن والده، ومجرد الواحد أن يتكلم عن مشاعر الأبوه هو يعبر عن مشاعر الناس كلهم. والأب يا أخواني مثل ما الأم لها فضل في العناية بالبيت وفي الحمل وفي الرضاعة وفي التربية وفي التمريض وفي الطبخ وفي القيام بشؤون البيت كله، فإن الحامي لهذه الأسرة بعد الله سبحانه وتعالى هو هذا الرجل وهذا الأب وهذا الزوج. هو عمود البيت الذي هم في ظل الله تعالى ثم في ظل هذا الأب. وهذا الأب هو اللي يكدى حياته كلها يا إخواني. والله إن لو نحسب الآن أنا وأنتو عن رواتبنا اللي نكسبها كلها إنك تلقى أغلبها أو ثلثينها أو كلها إن نكسبها ثم إنها تروح لجل هذا الأسرة، أما لزوجتك يا آدمي ولا لعيالك ولا لبنياتك ولا توفر لهم بيت ولا توفر لهم سيارة. وبعض الآباء بل أغلب الآباء بل يمكن كل الآباء أتوقع إنه مستعد يأكل من لحم ذرعانه ولا يجعون عياله ولا بناته، عديهم كله لجل يرعون هذا الأسرة ويرعون هذا الأولاد ويرعون هذا البنات ويرعون هذه الزوجة. وأمنية كل أب أن يجي ولدها أطيب منه. ما فيه شخص في العالم يتمنى حد يجي أطيب منه إلا البو. تلقاه يتمنى أن عيالها أطيب منه ويتمنى أن بناتها أطيب البنات ويتمنى أن أسرته من أفخم وأرقى الأسر يا إخواني. فهذا الأب هذا الشخصية اللي أحياناً الأسرة دائما الأم بحسب العاطفة والرحمة اللي عندها وأنها ما تطالب عيالها وكذا تلقى الأسرة كلها حواليها ويأولها ويرحمونها لأنها بعاطفتها تجذب الحنان والعطف. والأب لأن شخصيته يعني تتطلب منه يكون حازم في القرارات في التربية، يكون شديد في حفظ المصروف في حفظ البيت في الغيرة على محارمه في الغيرة على عياله على بناته على زوجته. يمكن أنه ما يأخذ قدر التعاطف اللي تلقاه الأم، مع أن هذا الأب يا أخواني والله أنه الأساس. هو الأساس هو أول من أختار لك هذا الأم. أنت يا هذا الولد ولا هذا البنت اللي بعد الله سبحانه وتعالى سعى في أن تكون فلانة هذه الأم اللي تحبها أمك. ترى هالرجل هذا أختار أمك ثم أختار اسمك ثم أختار بيتك ثم أختار حياتك ثم درسك ثم رباك ثم علمك ثم صرف عليك ثم ما يرجي منك شيء إلا الإحسان ورد المعروف بشيء يليق بأبوك. فودنا ندردش عن مكانة الأب كما سولفنا أمس عن مكانة الأم، ونبغى نسولف عن مكانة الأب وعن وضعه وش المطلبات اللي يحتاجها وأيضا بعض المواقف اللي كل منكم أكيد اللي موقف مع أبوه. الأحياء منهم من أبواننا وأمهاتنا أسأل الله
أن يمد في حياتهم على طاعته، وأن يحييهم حياة طيبة، والمريض منهم الله يشافيه، والمتوفي منهم أسأل الله أن يغفر لهم، يجزاهم عنا كل خير ويجعلهم منها الفردوس الأعلى. نبدأ حديثنا لهذا اليوم مع ضيفنا العزيز أخونا الشيخ مسرط الحربيفي، تفضل. أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيت الحكمة فعلا اسم في مكانه، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه. أما عن صراحة الموضوع، الموضوع جميل، والموضوع صراحة لو تكلمنا والله يا أخواني نبيها بالعفوية على قولة الشيخ، ونبغى نجيبها بدون تكلم. والله يا أخواني موضوع الأب وموضوع الأم مهما تكلمنا لنا في حق، ترى ما حنا معطينا حقه. والله لو تكلمنا عن الأم كل الحلقات في بيت الحكمة ما وفينا، ولو تكلمنا عن الأبو في بيت الحكمة ما وفينا. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي، الوالد أوسط أبواب الجنة، الله أكبر، فإن أردت أن تضيعه فافعل، وإن أردت أن تحفظه فافعل. أوسط أبواب الجنة الوالد، يعني هنا يا إخواني تتكلم عن الوالد والوالدة. كلمة الوالد هنا المقصود فيها الوالد والوالدة، مثلها حديث ينقطع عمل العبد إلا من ثلاث ذكر منها ولد صالح، هي مقصود فيها الولد والبنت. يا إخواني كل منا يعني لوالديه عليه حق، سواء كانوا أحيا أو أموات. وبعض الناس يا إخواني يظن أنه إذا ماتوا والديه أن انتهى البر، لا، البر باقي معك إلى قيام الساعة، سواء كان أبوك على قيد الحياة تبره وتحسن له، سواء كان أبوك تحت الأرض تبره وتحسن إليه بالصدقة والدعاء له والاستغفار وفعل الخيرات له. فبر وزيارة ود أبيك اللي هو صديق أبوك، هذا من بر أبوك إذا كان أبوك ميت. ما شاء الله. فيا أخواني الوالدين فضلهم عظيم. أول شيء لو نظرت أنت كيف وجدت، مثل ما قال أخونا، بدأ مشروعك من اختيار أبوك لأمك، ثم تجانسوا، يا سلام، ثم أخرجك الله من ظهر ومن صدر الأم، من صلب، من صلب الوالد، نعم، من صلب الوالد، ف ومن ترايب الأم، تعاونوا على برك، من الصلب والترايب، نعم، من بين صلب والترايب كما ذكر الله في سورة الطه، نعم، فتعاونوا والوالدك ووالدتك على تربيتك حتى قوي عظمك. فهذه هي الحياة، تكون أنت في بدايتك ضعيف ويكون أبوك قوي، وتمشي هذه الحياة أنت تقوى وأبوك يضعف. نعم مستعان. فيجي الدور اللي أبوك مثل ما أنت محتاجه في ضعفك يوم كنت صغير، هو الآن يحتاجك في كبره، يوم كبر وضعف وأنت كبرت وقويت، الآن أبوك يحتاجك. فمهما سويت ترك لن ترد فضل أبوك له، ولن ترد والله من جزائه شيء، ولكن ترجو الله أنك تسدد بعض الشيء وتقارب. إلا والله يا أخواني لو فعلنا وش، والإنسان يا أخواني اللي يبي التوفيق واللي يبي السعادة في حياته واللي يبي جلب الرزق، والله يلزم بر والديه. إي بالله يلزم بر والديه. ترى التوفيق يا أخي كفيك أنك تكون مستجاب الدعوة، ما تبي تكون مستجاب الدعوة ترفع يديك تقول يا رب يستجيب الله لك. يا أخواني أويس القرني كيف صار مستجاب الدعوة، وكان يروى أنه كان بإمكانه يكون إيش صحابي، ولكن اللي حبسه بره بأمه وإحسانه لها. حتى أن النبي أوصى عمر قال يأتي رجل من كذا وكذا من اليمن إذا لقيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك الله. وش اللي خلى الله يصل لهالمرحلة، هالمنزلة، هالمنزلة دي وش اللي خلى الله يصل لها؟ بره بأمه. ترى كل ما تبر والديك يرفعك الله عز وجل، يا سلام، وترتفع سبحان الله بأعين الناس يوم يشوفونك تودي أبوك وتجيبه وتخدمه وتلبسه حذيانه وتنزل نفسك عنده وتنظفه، ترك أنت ترتفع عند عيون الناس، لأنك أنت نزلت هذه النفس لأمر عظيم ومطلب طلبه الله عليك، أو واجب أوجبه الله عليك بعد عبادته اللي هو
البر، بر الوالدين. وهذا البر ترى إخواني أمره عظيم، والله أمره عظيم. ترى الموفق اللي وفقه الله إخواني ترى البر الوالدين والإحسان لهم. ترى كم من إنسان وده أنه يبر ولكن ما وفق لهذا الباب، سبحان الله، حرم هذا الباب، نسأل الله العافية. كم من إنسان يا إخواني الآن أنتم جربتم الآن، يعني الأخوان جربوا الأبوة الآن وكيف العطف. ترى اللي أنت تجربها الآن وتريده من عيالك الآن ترى كانوا مجربينها باءنا وكانوا يبونه منا، سبحان الله. فالله الله بالإحسان للوالدين. أنا أوجه رسالة للي يشاهدني وأوصيه وصية محب أنه يبر بوالديه، أحسنت، ويحسن لهم. وصية أيضا مثل ما قال أخوي ببداية يوم علق من شوين، قال اللي ما يخطي ما يصيب. كنت مقصر، كنت مقلل في بر والديك، ما زال لك البر مفتوح إلى الآن. دام أنك ما طلعت من الدنيا ما زال البر لك، بإمكانك تبر الآن، بإمكانك ترجع لوالديك وتحسن لهم الآن، تتودد لهم. بعض الناس يقول يا أخي أنا فرط ومات، وأقول له بلغ وما زال، في دعائك لهم بر، صدقة لهم، صدقة لهم، تصل ودهم، يعني صديقه أقاربه، تصل أرحامه اللي أو لا يوصلون إلا به، أو أرحام أمك اللي لا يوصلون إلا بها تصلهم. هذا من الإحسان لهم ومن البر لهم. فأبواب البر ترى يا إخواني عظيمة وكثيرة. فلا بد يا إخواني أن نبر حتى إيش يبرون فينا الأبناء. أنت بعيالك يبرون فيك، بر بوالديك. أنت اللي جئت. إيه بر بوالديك. تبي تكون مستجاب الدعوة بر بوالديك. يا سلام. تبي يكون لك القبول بر بوالديك. ما شاء الله. والله ترى الناس ينظرون لك أنت تبر لله عز وجل، ولكن يرفعك الله عند الخلق. والله يرفعك الله، يشوفونك يا أخي شوف سبحان الله يا هنية بار بوالديه. يوم يشوفونك حاطن يدك بيد أبوك وتقدمه، تعال يا أبوي هنا، تعال يا أمي هنا، ولا تلبسه حذيانه، ولا تقدمه وانت جايبه للصلاة معك. والله يعرف واحد إخواني من زود بره بأمه، حتى إذا جاء يخطب، عفوا من بره بأبوه، والله يا إخواني حتى لا جاء يخطب الجمعة أنه يدخل، يدخل مع باب الخطيب جايبين أبوه معه، يدخل أبوه ويدخل ويجلسه، وبعدين يرجع ويصعد المنبر ويخطب بالله. ما شاء الله ما شاء الله. أي والله شوف دعاله أبوه على طول يوفقه. ليش اللي خلاه بره؟ بره بره جاب له دعوة، وهو يمكن يشاهدنا وكما يشاهدنا الآن، ونصبح عليه بالخير. يا إخواني يعني بذكر قصة واحدة من أقاربي، يعني هي حطر القصة هذه اللي جينا ناخذ برضه قصة الربع نبغى كل واحد يعطينا قصة. هذا من عيال عمي، وأنا سبق أن استأذنته بذكر القصة. يا سلام. كان بار أبوه ويوديه ويجيبه ويرافق معه، حتى أنهم قالوا له المستشفى في نهاية شو اسمه حياة أبوه، قالوا يعني خذه ووديه لدار العجزة، خلاص كبير ولا ينفع مع العجزة. قال والله ما أخذه ولا وديه دار العجزة إلا عندي، هو يأخذه ويحط له سرير عنده ويجلس معه هو وإخوانه، الله يوفقهم إلين توفى أبوهم في بيته. الله أكبر، الحمد لله. أسأل الله أن يرحمه ويغفر. والله يا إخواني كنا مجتمعين في يوم عرفة، في عصر يوم عرفة قلنا بنفطر بالاستراحة سوا، مجتمعين في يوم عرفة بالاستراحة. الولد كان مع العيال صغير وقتها، ما كان كبير، ويلعبون كرة قدامنا كذا. يوم جاء وقت اللي يطق أبوه فيه الإبرة، أبوه مصاب بالسكر صلى الله عليه. يوم جاء الوقت اللي أبوه يطق الإبرة فيه، ويجي الولد من الملعب يعدي يعدي ويأخذ الإبرة ويطق أبوه. شوف كيف جزاه الله عز وجل. خل الكرة، خل الكرة، وجاء طق أبوه إبرة، إبرة السكر، ورجع لا 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 ورجع يكمل. سلام. من يا أخواني اللي جابه؟ ترى هذا جزاء الله عز وجل، أراه شيء من بره أبوه بجده. إيه بشوي بس بشوي منه. وأنا رأيتها بعد من إخواني بعد، الله يوفقنا وياهم
بارين لا بالوالد ولا بالوالدة وأختي بعد أصلني وفقهم ممكن يزعلون علي ويشوفون يتكلم هذا الشيء لكن هذا حق والحق حقا أن يقال يعني والله أنهم بارين لا في الوالد ولا في الوالدة الله يرحمهم توفيهم جميعا الله يجزاهم عنا كل خير ويجزا كل خير يا شيخنا قبل يمكن شهرين والوالد توفي قبلها الله يحفظ فكانوا والله حتى أخواني في اليوم الوالدة توفي ترقدت في مستشفى الخبر كلهم أخواني وأختي كلهم كانوا ملازمين معها إلين توفيت وأخذناها ودفناها صلى الله عليه وسلم الله أن يجزاهم كل خير من عندنا حنا نقول يجزاهم كل خير لو سمحت أنا اللي أسأل ما هو بنت لا لو سمحت أنا اللي أسأل أنت المذيع لا أنت المذيع أنا لو سمحت أنا أنا لا ولا نقطة ولا نقطة يا سلام ولا سوى ولا سوى يا أبو علي نسمح له لا انا رجل لا خلاص أنا خلاص ما نسمح لك يا من علي ما نسمح لك يا اخي ما نسمح لك خلنا ارجع لو سمحت نسمعنا حاول كم حلقه ترى وشوف هذه تعرف لا ما ولا ده. سوال ولا سوال خلاص كل سؤال كل عاد القرني لا انا عندي لا 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 وشنو قال ابو عبد الله ابو عبد الله ما نسمح لك كلمتي وراك ضيف علينا علينا يا مخرج عامل منكم استبعاد ابو تخيل من بكره ها عامل سجلوا هذه عندكم استبعاد ابو تخيل من البرنامج خلاص خلاص اخر مره تحلف ما تعودها انا وديك المسيح استبعدوا يا اخي هذا ما يخلني اشتغل يا اخي يا اخي شيك انت تطول انت اسمح لي ابو عبد الله هالمره انت ايش تبغى مني اسمح لي ابو عبد الله هالمره ها حط معي هذا الشيخ من حاجه ابو عبد الله لو سمحت يلا 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 واحد اعطاني المايك في واحد يقول بعرف ابوه لا لا في كل شيء لكن يقول تحضر اوقات هو تعبان ابوه بعض الاوقات لا تعني من شيء ولا ودي احس اكذب عليه انا ابوه فيها شيء يا شيخ يكذب عليه ترى ما فينا مفتي في المجلس ذا كله لا ولا لا ضيفنا لا تحرجه ما لا فينا لا 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 الفتاوي هذه سوال لا تعد تسال ممنوع يفتي الا المفتي اي نعم وخوينا جزاك الله خير وخوينا جاي معنا ضيف طيب. شفت انك تدور الحديث شفت انك تدور الحكومه جعل ربي يعزها منعت الفتوى الا من المفتي المصرح انا والله لا اقرا ولا الحين طال عمرك اذا عندك فتوى انت او احد اخوانا المشاهدين حتى انا يعترضوا لي بعض الناس الحسابات يحسنون الظن ويسالوني يا اخواني حتى لو عندك علم او اولى من ذلك طاعه ولي الامر ولي الامر الله يعزه هو ممثل يعني الدولة هذه كلها وأوامره علينا السمع والطاعة صح صح وقال لا يفتي إلا من صرح لهم هو ومجلس هيئة كبار العلماء بالفتوى بس كلام إنك جيت وخاصة على الشاشات ممكن عاد بينك وبين مصر تروحون لحالكم عند الموتر ما لنا دخل أما في البرنامج بس فلا في فتاوي يا أبو تخيل فيه السوالف سوالفنا الطبيعية ونعطيه آراءنا اللي على قد حالنا هو أنتم يديني ولا لا ما يدينا احنا جايين نسولف ونذكر قصص تنفع عنا ايوه ها شفت حتى العرب ما يدي رئيس أمن وتخالف النظام لا رئيس الأمن يكون ها ايش رايك بعض المسائل ما حد يقدر ما حد يقدر فيها حقيقة خلاص لكن بعض الأشياء بعض الاشياء يا رب عدتهم مش وين قلت واللي ما يخطي ما يصير بعض المواقف يا يا سلطان حنا معاقبنا لشهرين انت ما تدري بعض المواقف انت ما تدري عن ابو عبد الله انا بس اللي واجهته واللي قبلي ما انا اطلب طلب اطلب طلب انك ما تحكم عليه الا نهايه الحلقه لانك بتشوف شيء من العبر خلاص اذا جيت طال يا ابو علي لو سمحت طلع لي من جوالك الآن وأعل عليك أمر رقم مكتب الإفتاء وأعطه أبو تخيل وأعلنه قدام المشاهدين موجود. حتى اللي يبغى يفدق يدق عليه موجود موجود ترى إخواني من فضل الله علينا في هذا الدولة شاء الله. أن هناك رقم الإفتاء 24 ساعة حلو الحمد لله بس الناس يا إخواني سبحان الله وترى يا إخواني معليش لو استطرت في هذا الموضوع لأنه مهم لنا ترى اللي خلانا فترة من الفترات بعض شبابنا يخطي الطريق سواء في طريق الانحلال من الدين والعقيدة أو في طريق التشدد حتى وصل التكفير والتفجير إنه يروح الآن يجيكم يا إخواني وأنا أستغرب من بعض الناس لو يجي عنده لوز ولا ألم في ذنه ولا ألم بسيط في جلده راح يدور ما يروح لأي دكتور ولا يروح لأي عيادة يروح يدور أكبر مستشفى في الرياض أكبر مستشفى التخصصي أكبر شيء ليه؟ استشاري إيه لأنه حريص على العافية ولا يجيكم واحد هم يشغل موتر في الصبح يقوم يكتم الموتر وهو حديدة ما يروح لأي ورشة يروح يدور أطرق ميكانيكي وأكبر مركز هندسي لأنه حريص طيب حريص الدين ما هو بحرص من صحتك أو لا. وأهم من سيارتك وأهم من كل شيء عندك حتى الدين اسأل عن هله
اسال عن علماء يمكن مع السوشيال ميديا ذي يا اخواني كل تكلف الدين، اللي عنده دين واللي ما عنده دين، واصبح هناك فتاوى بعض شبابنا راح ضحيتها، بعض شبابنا اصبح عدو لدولته وعدو لولي امره وعدو لمجتمعه، يفجر فيهم ويكفرهم ويعدي فيهم ويحسب انه على دليل وهو مخطي ومغضب الله ثم مخاطي الجماعه. عشان كذا يا اخواني ليش ولي الامر قال لا يفتي الا مفتي؟ لانهم رجال قد اختبرتهم الدوله وقد علموا علمهم وعلموا توجهاتهم وشهادات ومن الراسخين في العلم اللي يستنبطون الفتاوي ويعرفون ينزلونها ما نزلها مع تغير الازمنه، مع تغير الوقت، مع تغير الظروف. فخلوا وبعدين يا اخواني ترى الفتوى امانه وذمه. صحيح. لقيت الرقم يا ابو علي؟ موضوع مهم يا اخو. دور بالله ولا يا مخرج دورنا رقم المفتي نعطيه ابو تخيل. لا بعطيه عندي موجود ان شاء الله. لا طلع. مفتي المملكه. إيه؟ ولا في نقطه ثانيه. وش رايك لما خلصنا من البرنامج هذا يا ابو تخيل؟ انا بعطيك نصيحه، انت واهل الرياض ترى عندكم النعمه ما هي عندنا. مع ان الحمد لله الحين كل منطقه فيها مفتي، لكن الرياض لا منا خلصنا البرنامج. فرحت غد في حول البطحه. هي البطحة اللي فيها مرت الرياض. أيوة شارع شارع عسير. هم روح صل العصار مع المفتي إن شاء الله انك تلقى الشيخ عزار الشيخ ولا أحد نائبه ولا شوف مكتب الإفتاء. هم ادخل يا أبو تخيل، هم لا تخلي فتوى عندك في بانك. لا لا أنا ما عندي إلا ذي بعد ما هي بلي مرة معكرة شفت يا شيخ أنت مرة ولا عادي بلاكتب لا أنت قول أعهدكم بالله ما عاد أستفسي إلا المفتي. إيه هي بلي الواحد من المتلمين وكانها بتطول. الله يستر عليه وعلى أبوه. لا موضوعكم طيب والله وهذا شيء الله يا اخي كلامي ما تزيدوني عليه الله يهديك على وهذا الصح والله يا شيخ مصطفى. انا بالنسبه لي ايده 100%. انا اشوف انا مثلك ترى تعرض للفتاوي ودائما اقول للشباب، وكان في واحد من المشايخ اللي عندنا كان مع رقم واحد من العلماء يا سلام الله بيعطيه. اي والله الله يوفقك. فكل ما القى محاضره عندنا الحفر جوه يسالونه قال لهم ابشر هذا الرقم ما قبل حتى تجي جوالات الواتساب وذا. ايه. ثم قال هذا الرقم سجل الرقم ده. ثم قال سجلته قال لك ياخذ تك عليه ويعلمك. انا بس عندي المحاضره اللي اعطيتك اياها وما ينقص من منزلته. ايه. يا شيخ والله ما ينقص. استبرأ يا اخي الصحه كانوا يتدافعون الفتيه. ها شفت حتى ترجع عند اول واحد. لا هذا الحين لا يا شيخ والله انا نحضر مجالس الان انهم يمكنهم في مجلس الله يجزاهم خير بعضهم يمكن ما عنده حتى جزء من القران. هم لا منك سمعتهم هم لهم يتدرسون احكام ومواضيع لو انها عرضت في مكتب الافتاء قاعده يدرسونها سنه العلماء وهم في ذاك المجلس يفتي فيها ويحلون ويتفقون يطلعون منها علم. بس الله ان يوفقنا واياكم لطاعته. ولا ترى يا اخواني الشيخ عبد العزيز بن باز يعني مفتي الديار الاسلاميه كلها اعترفوا بالعالم الاسلامي. طيب بالله في اكثر الاحيان يسال يقول لا اعلم. الله هو بن باز ليه؟ ولا يقول اعطوني وقت انتظروا هم راح يتدارسها. هو يقدر يعطي كلمه. ترى في الفتية يا اخوان لو قلت لا اعلم ولا حولت الرجل ترى ما هو بعيبين يكون انت قاصم فيك. اول شيء الفتوى ترى يا ابو عبد الله ترى تتوقع عن الله وعن رسوله. هي والشيء الثاني الثاني الاستفتاء كذا بيعمل في فتواك ان كانت خطا فانت تتحمل اجرها كل ما يعمل فيها الرجال ده. ها شفت الحين موضوعنا في الاب وكنا مسترسلين وهم غيرنا هو درجنا هم معانا عود على القهوه بيح صحن التمر ورني التمر بالله يا ابو تخيل اشو ما شاء الله بعده في السكر رجال التمر تعال يا عمر شل الصحن في السكر باح وهو يبغى يشغلنا في مواضيع ليه لجل احنا من نعم التمر رجل السكر باقي ثنتين الله يغلق يا رجال الله يعينكم على ابو تخيل الله يعينكم على ابو تخيل اسلم يا احبابنا ويا اخواننا ترى ما هي الفتوى وبس ترى في اشياء طال عمرك والله بعض الناس يقحم نفسه فيها وهو والله انه المفروض انه في الانساب في اللي طال عمرك في القوانين صدق في الانظمه في السياسه في كل شيء تجده طال عمرك تقول انه منظر طال عمرك ولا ربما انه يجنبه الصواب صدق فلذلك طال عمرك كل بس هذا يشفي ابو سليمان هذا يرحم ايوه هذه لو قلت فيها محلي بس هذا الدين الدين لا ما دام تكلمنا في الدين والفتاوي الدوله الله يحفظها حطت مجلس افتاء وحط التلفون طال عمرك مباشر طال عمرك حسن والله بخمسه زر كذا طال عمرك يفتونك وبكل ادب وكل اخلاق وكل يقنعون. انا عندي موضوع انا سمعت فيه الفتوى سمعت الفتوى فيه وهو طال عمرك يوميا يحدث عند الناس اللي هي صلاه في المغرب صلاه المغرب للمسافرين يدخلون المساجد يصلون. تعرفون الحين واحد يجي بيصلي المغرب ثم يدخله مع جماعه وهو صلى المغرب بيصلي العشاء وبيقصر مسافر ثم لا في جماعة تقييم وصلوا وهذول قاعدوا يصلون المغرب وهو طال عمرك صلى معهم وبيصلي ركعتين وصلى طال عمرك معهم وجلس بعضهم يجلس احتراما لين يسلم ويسلم ما قام للركعة الثالثة وبعضهم يسلم والإمام ما قام بعضهم
انا سمعت انا فتوى الشيخ الفوزان الله يحفظه. احسنت انت الان ناقل ولا استمع. اي نعم ناقل. أي. ناقل. قال احنا اثنين ونبي نصلي العشاء ودخلنا مع جماعه يصلون المغرب، واحد منا انتظر جلس في التشهد الثاني لين الامام كمل الركعه الثالثه وجلس وسلم، وواحد سلم ومشى، ايهم منا اللي على حق؟ اللي جلس. قال كلكم ما انتم على حق، لكن ما انتم على حق ولا كلكم على حق؟ لا كلكم ما انتم على الصواب. يقول الشيخ صالح البوزة ما انتم على الصواب. قال لي يا شيخ، قال نعيد الصلاه، قال لا تعيدونها بس لا تكرر، يعني ما بطلها. هي علمك. قال وش نسوي في الحاله هذه؟ قال تقوم مع اهل الركعه الثالثه تمام، واليوم ان السلم تكمل الرابعه صح، ترجع الصلاه الى اصلها. يا سلام. الصلاه كذا تصليها وش هي؟ رباعيه. صحيح. اللي هي العشاء. ها حلو. اي تصليها اربع حتى لو انت مسافر. من دخلت مع جماعه يصلون المغرب احسنت، تدخل معهم وتكمل وتصلي الركعه الرابعه، ترجع الصلاه لاصلها. لكن الاشكاليه وين هي؟ الاشكاليه وين هي اللي يجب انك تجلس، اللي هي لما انك امرك دخلت مع جماعه انت بتصلي المغرب وهم يصلون العشاء، وهم يصلون العشاء رباعيه. ايوه شفت شلون؟ ايه صلي ثلاث وقعد. ايوه خلاص اصلك شنو صلاتك؟ اصلك شنو؟ ثلاث ما عاد زود الركعه الرابعه ما تجي. فالحاله ذي تجلس ولا تسلم ترى. اي لا ما تسلم وتحترم الامام لان يسلم. هيا صلوا على النبي. اللهم صل. الرجال اللي عانوا لف الموضوع عنا يا مسلمين. لا نرجع الموضوع دقيقه عشان ما يلموني الناس. يا ابو عبد الرحمن ابو صالح ذا اللي يشهد للدايب، كنا متفقين ان كل يوم ناخذ موضوع ونكون كلامنا حواليه لاجل ما يتشتت المواضيع. هم كل ما جبنا ضيف فتحنا موضوع بغينا نبدل الضيفان نقز عليهم اعترضنا، هم قالبناهم حاسل برنامج حاسه الين يشغلنا. هم عودوه على صحون التمر ياكلها وعلى دله عمران يشربها كلها. هو انا وش اسيب يا ابو صالح؟ والله دقيقه ابو صالح والله انا اقول هذا الرجال يعني عن حسن ظن بكم. الله الله دايم تشهد له. لا اقول ابو صالح ظني عد بجد مع ابو من لحظه بسيطه لو كلمت عليك في لحظه. يقول لي رجال طراج ارجع ورا عشان وراك الضيف. رجال يقولون عليه ولد واحد ومدلع مربي ويوم كبر وراح الولد مع امه طراج شيخهم يقول وليوم تعب الشايب ولا فقده ولا شاعر شايب شاعر. قال انا بلحق قصتي ده الولد من البيت ما حبطت والله منه الا بيت واحد. قام يقول لي والله اللي في هيد راح يتبع شهويه. ايوه حقه مني صدر وانا حقي يبغيه. يقول والله اللي في هيد راح يتبع شهويه حقه مني صدر وانا حقي يبغيه. يعني انا كبرت وانا قد ربيت. والسلام عليكم ورحمه الله. وش وين الموضوع ذا؟ وين نربطه؟ وين السالفه ذي؟ عندي مكالمه بس شوي. سلام يا ولد يا ولد يا ولد. يا سلام يا ابو اخوي ابو علي محمد ابن لقفص الله يحييك. ترى حي بالمطر والحقيقه انك مكسب لهذا البرنامج. ولكن ابشركم من برنامجنا مدي معنا ثلاث ساعات وان شاء الله نعطي كل حقه. ولكن عاد من باب التغيير الاجواء ناخذ هذه النقاشات. اول شيء يا اخوي محمد احنا تكلمنا عن شخصيه مهمه واكيد انها غاليه على قلبك وعلى قلوبنا كلها هو الاب. فودنا تعطينا لو قصه لك مع والدك ثم تعطينا مشاركتك اللي عندك. والله اعطاك الفرصه الحديث يا ابو علي لين تقنع لان نبطينا عليك. تفضل يا ابو علي. الله يعمرك ويبارك فيك ومن يسمع. وشينا أصبحكم بالخير جميعا والمشاهدين الكرام. وأنا والله الكسبان أني جيت في هذا البرنامج يا مرحبا بك وهذا المجلس. ويكفي من اسمه مجلس الحكمة. فالحقيقة يا أبو عبد الله ولا يهنون الضيوف أن الكلام في الوالد وسيع جدا يعني صدق. وهذا شيء يعني عالم كبير أنك تتكلم فيه أو تسهب فيه وثم لا توفيه حقه. ولكن أنا أعطيكم بعض المقتطفات اللي لاحظتها من سلبيات بعض الأبناء مع الوالدين. يا سلام أحسنت. أنا أذكر مرة وهذا ترى يا أخواني قبل 30 سنة. حسنا. الكلام هذا لا زال يأثر عليه إلى الآن والله. رجل شراء ولد شاب يعني يمكن في الثانوية أو وصل الجامعة شراء له أبوه سيارة وأعطاه من اهتمام أهله. شوف الوالد يعني سبحان الله العظيم. اللي ما يعرف الوالد هو اللي ما قد صار والد. أما الوالد فلا يعرف إلا من عنده أبناء. الله. ونعرف وضع والدينا كيف كان
صدق بمعيشتنا الان وحالنا. اخذ السياره الولد واعجب بها وكان مسرور جدا، لكن شوف المفاجاه العظيمه، يركب معه ابوه، قال يا ابوي اذا قربنا من زملائي ابغى انزلك. الله، ليش ينزله يا اخواني؟ هل هي خدمه علشان ما يزعجه بزملائه؟ هل هو يعني اكرام يتعين منه انه ما يتضرر منه من زملائه؟ لا، قال يا ابويا اخاف اذا شافوك يعيبون علي انك ابوي. الله يا اخواني، كلام كبير والله، فعلا موجود والله كلام كبير. والله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. الله، يعني سبحان الله العظيم. اظنها يا ابو عبد الله ولا يهون الاحباب، اسلم ثلاث، يقول مقرونات بثلاث، اسلم، ومنها عباده الله وبر الوالدين الى الوالدين. احسنت. اذكر لكم بعض الاخوان جزاهم الله خير من الجماعه، والله العظيم وكلنا مقصرين في حق الله، كلنا مقصرين في الصلاه، كلنا مقصرين في ما يلزم بيننا وبين الله، إلا إنه طرق باب عظيم. وش هو؟ بر والده. الرجل كان وضعه المادي تحت الصفر، ولازم والده وبرهم، ولا كان يقصد إنه علشان يزيد ماله، فلا عنده علم ولا عنده شيء، إلا إن الله سبحانه وتعالى أراد له خير، فجعل الخير ينطلق من عند الوالده. فقام بوالديه حتى أن الله سبحانه وتعالى رزقه، وصار عنده مال، وصار عنده بيوت، وصار عنده خير. مسك والديه، أخوانه ما شاء الله تبارك الله كثير، قال والدي هذول عندي يعني. إذا هم في الديرة مصروفهم علي، إذا هم في الرياض سكنهم عندي، أنتم ما لكم إلا تبرونهم فيما بينكم أنتم. فالكلام عن الوالدين يطول كثير والله، والله انه يطول يا اخواني. واعتقد ان اللي يبغى يبلغ ويوصل الرساله الكامله في حق الوالدين انه ما يستطيع. نعم المستعان. والله سبحانه وتعالى يا اخي، اول فضل لهذا الوالد وجودك انت في الحياه. صدقت. يعني لو ما لوم الله سبحانه وتعالى ثم هذا الوالد لما وجد. الاب. الاب. الله المستعان. الاب شانه عظيم، والاب يا اخواني حتى وان كان ميت له حقه. وله منك الدعاء، وله منك الصدقة، وله منك بر أصدقائه ووصلهم، ولا تقاطعهم. وش تذكر يا أبو علي من مواقف والدك الله يعفو عنه؟ والله يا أخي مواقف الوالد كثيرة جدا جدا، ولكني لا أحصيها والله، ما تذكر منها شيء، ما يحضرني الآن شيء. أسأل الله أن يعفو عن والدك وعن والدينا وعن جميع أبواء المسلمين. ذكرت لي من لا تذكر يا أبو عبد الرحمن، لأن ندور بالمجلس على أخوانا كلهم، لا عاد تذكر أنت أبو تخيل، اليوم أنت أبو تخيل ذكرت واجد وأخوانا كلهم ذاكرين. والله أن السوالف تجرب بعضها، لو راح وقتها بعدين ما عاد تنجح. أذكر أخوانا المتابعين وخواتنا المتابعات أنه من باب البر في الوالدين، ومن أفضل الأبواب هو الصدقة. تصدق عن والدي. وتعلمون ان في هذا البرنامج قايمين على وقف الرحماء التابع لجمعيه عرواء بالرياض. هذا الوقف اللي يرعى الايتام ويرعى الارامل ويرعى المساكين ويرعى الضعفاء ويرعى منقطع المنقطعين ما عندهم شيء من هذا الدنيا. وسهم الشخص 250 ريال، وسهم الوالدين الاثنين ب 500 ريال، وسهم الاسره ب 750. فقدموا الان ونوها عن ابائكم ونوها عن أمهاتكم، وحطوا لهم سهما في هذا الوقف يمشي ما دامت الأرض والسماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. من ميزات الوقف يا أخواني إنه عداد دائما شغال ما يوقف، أنت حي ولا ميت دائم. أشركوهم في الأجر يا أخواني، فإنهم يستاهلون. أشركوهم والله، ما من قدم والله لو تقدم أموالك الآن كلها تحصيها ثم تقدمها تحت رجلي أمك وبوك إنها، فاعتبرها ما قدمت لهم شيء. وتعلمون الرجل اللي أتى إلى اليمن بمه لابن عمر وقال يا ابن عمر أرأيت أن أتيت بمي من اليمن على كتفي وحجتها ورديتها، هل أنا أوفيت بحقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها يوم تولد بك. زفرة واحدة، زفرة يا أخواني. وأنا أقول بعد ولا هي بتنهيته من تنهات تبوك، لمن ضكته ديون وضكه الرجال وضكه الهم وقام يكابد الحياة ويتحمل الديون ويتحمل حقوق الرجال لجل يوفر لك حياة كريمة. كم من ابن وبنت الآن يعيشون في على سيارات وعلى فرش وعلى دواليب ما عندهم هم، يحسبون بهم يغرف من البحر،
وهو راهن وجهه وراهن سمعته ومحرق نفسه بالهم متدين وماخذ حقوق الرجال اللي جلس تركب. هذا الاب، الاب هذا جمل زمان اللي يحمل في ظهره الاسره كلها ويقوم يحتار ما يدري هو يرضي المرأة ولا هو يرضي الولد ولا هو يرضي البنت ولا هو يرضي الجماعة ولا هو يرضي الجيران ولا هو يرضي الزملاء. هذا الأب هذا الزوج والله أنه الجمل زومان اللي كل الحمول في ظهره ودائما ننساه. والله أني قلت أحد المقاطع وتأيدوني كلها أقول سبحان الله العظيم، والله أن حتى في الأعياد لما العرب تقضوا أن نقضي لعيالنا كلهم هم أن ننسى عمارنا حنا الأب. وممكن أنتوا لاحظتوا الكلام ذا، إلا إن كان يجيك بنت مبارة ولا ولد مبارد يقول يا أبوي أنت نسيت نفسك، هذا ذوب ولا هذا حمامة. وأنا متأكد كلكم يا الحاضرين ذولا إنكم كل عيد وكل مناسبة، وأتحدى إنك لو تجي دواليب الآن تلقى دولاب المرأة مليان من جميع الملابس وجميع ما تحتاج، دواليب العيال دواليب البنات مليان، ولا جيت عند البو هم اللي عنده ثلاثة ثياب ولا أربعة وعمامتين ولا ثلاث ويمكن ما شراها لين أجبروه عياله قالوا شر. ليه؟ لأنه ما يهتم بنفسه. هذا الزوج هذا الأب عطائه كله لهذه الأسرة ولهذه الزوجة. إن الله يحفظ الحي منهم ويرحم الميت منهم. آمين. فأقل ما تقدموا لهم هذا الأسهم اللي تحطونه لهم في الجمعيات في الأوقاف 500 ريال تنفعهم وتنفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أمنة الله بقلب سليم. أرقام الجمعية عنها عندكم، والتبرع سهل مثل ما علمناكم وحنا كل يوم نكرر لأن الدال على الخير كفاعله. ادخل على تطبيق مباشر، هم اختر تحويل، هم اختر جمعيات خيرية، هم اختر جمعية عروة بالألف المكسورة، ثم اختر الوقف الخيري، ثم تبرع ما تجد به نفسك، واللي تدفعه تشوفها أنت أنه قليل وحنا نشوف أنه 250 ما هي بشيء، لكنها تراها عند الله كثير. ترى الله يضاعف لمن يشاء، يمكن تجدها عند الله مثل جبال من الحسنات إذا خلصت النية. الله يستخدمنا وانت في طاعته. الله امين يا رب العالمين. ابو سليمان يا مرحبا، اكيد ان عندك موقف مع والدك الله يعفو عنه. والله يا ابو عبد الله شوف الكلام والموقف والله طلع عمرك انها اكبر من حجمي وتكلامي في بوي ولا ابوانكم، والله يجعلهم في جنات النعيم. امين. والله يا اخواني انت تتكلم والله، والله يا اخي لان شوف حنان الاب وحنان الام شيء عظيم. صدق. انا طالع في طلع عمرك بكره هذه وعندها طلع عمرك حوار صغير، يعني عجب العجب والله طلع عمرك، يا ليت المخرج انه يشوف الحركه اللي هي طلع عمرك موجوده معك. الله المستعان. فلذلك يا طويل العمر ان جيت تتكلم في الاب كطلع عمرك سند وفخر واعتزاز، وان جيت تفكر تتكلم في الاب طلع عمرك من حيث افضاله واعماله وما قدمها لك خلال حياته ولا بعد طلع عمرك بعد مماته مثلا، وان جيت تشوف طلع عمرك معاناتهم وما قد لحقهم في هذه الدنيا من العناء من اجلك ومن اجل مجتمعك ومن أجل أسرتك وكذا أشياء، وإن جيت طال عمرك يعني أنا بختصرها في موقفين، واحد للوالد وواحد للأبناء. يعني أضرب مثال الوالد الله يجعله في جنات النعيم، قلوا والله الله يرحمهم رحمة الله، اللهم الله يمتع الحي منهم بالصحة والعافية، اللهم آمين، والمريض أسأل الله أنه يشافي آمين. تخبر حنا في الحجاز حنا في سلسلة جبال السروات، وإلا جات الأيام اللي مثل هذه يا طوال عمر يكون عندنا برودة شديدة، وحنا طال عمرك منافعنا بعد الله سبحانه وتعالى في الزراعة في الحلا، فحنا نحرص إن طال عمرك إنها تكون نهيئ الظروف المناسبة خاصة للحلا الغنم وكذا. فننزل من الجبال اللي تخبرون هذه طال عمرك ترى ما هي نزول سهل، تنزل في كدرك ولا في جيب طال عمرك دبل ولا كذا، ينزلون والله على رجولهم والله بيعانهم، ينزلون والله ممكن حافي ويعاني والملابس لك عليها، ينزلون طال عمرك يمكن يوم وليلة وهم مضاعني، ينزلون حتى أنهم ينزلون في بطن تهامة من أجل الحلا. طبعا ما في زراعة في الحجاز ولا كذا، بيستغلون الفرصة هذه الأمرين، يدفون يا طول العمر، والأمر الثاني يعني علشان حلالهم. المهم يا طول عمرك الوالد راعي في الغنم، والوالدة طول عمرك معاه البهم، ويوم تقابلوا في المغرب قدام المغرب قالت الوالدة الله يجعلها في الجنة يا محمد ترى والله ما عندنا شيء، المير تخبرون نقول سميه مير ترى والله احنا منتهي، قال إن شاء الله بكرة. ولما راح الرجال قدام المغرب بشوي قال يا ولد أخلي لبكرة ورعاني وزوجتي لربما يهلعكم، وين المشوار من بطن التهامة طال عمرك يطلع السراة. الرجال كان في يخبر في أسفل جبال السروات من جهة التهامة بيوت طال عمرك يظلون يسكنون فيها أهل الحلال معزبين عليه، كانت تتوقع أن في المحل هذا أن في بدو، والله مشى مسافة لا تقول لي يمكن عن 18 كيلو طال عمرك حتى أنه وصل لأسفل الجبل. بعد صلاة العشاء بفترة توضى يقول توضيت على موية في أسفل الجبل وصليت العشاء صلاة متأخرة، قال ورحت على البيوت هذه عرشان صغيرة كذا، قال وجدتها ما في أحد فاضي خالية، أزهم أصيح
أعوي زي الذيب، يسمعني كلب أكرمكم الله، يسمعني طعمك، قال والله ما اللي أسمع صوتي إيش في الوادي، شفت ولا الصدى الصدى يروح ويجي. وأحيانا أيام الشتاء بالذات يا طول عمر الرياح ترى تعمل حرق يعني أصوات في الجبال، صادق يخيل لك أنها رعد، صادق تسمعها طول عمرك، نسميه حنا نير أو كذا نير نير الرياح تعمل عقد طول عمرك، ثم سبحان الله بأمر كذا تتفجر يخيل لك أنها رعد. يقول أيست وأنا جيعان وما تغديت وفات علي وقت العشاء، فلذلك يعني كيبو علي إنك لا 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 تفكر. قال المهم يقول تري استعين بالله وطلع العقبة، العقبة هذه طال عمرك من أكبر يعني شفت زي الهذا كانك تطلع من هذا من هذا إلى أسفلها، الله المستعان، ولا ربما أن هذه طال عمرك مستقيمة زيادة وعلى رجله وعلى رجله. يقول مشيت 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 يوم جيت في نص الجبل وجي في محل كان مستوي كذا طال عمرك، ويجي يقول عني حسيت طال عمرك قام طال عمرك أرتجف وقام يا طال عمرك يغشاني عرق وصرت طال عمرك هذا. الوالد هذه الطبيعة دائم تجيه كنت أول يوم من أيوة الظاهر إنه ينخفض السكر لكن إحنا نسميها عندنا صفراء والسكر ما أدري. العادة إنه هو إذا راح يشتغل ولا راح في المزارع يحط في جيبه حب، إذا حس بالحركة هذه يأكل منها يخفض السكر ما عنده شيء. الله المستعان. يقول طال عمرك أجي في الجبل هذا اللي هو طال عمرك والله ما في شيء، الشجر يابس، يقول أبغى أكل من الشجر من هذا شجر يابس، يقول يعني وأنا أرتجف وخفت إني أفقد وعيي. يقول ألهمني الله سأل هذا وأجلس طال عمرك زي ما يجلس هذا، قال وأخذ التراب يا طال عمرك وأعمل زي المنخل كده بين أصابعي، الحجر الصغار الصغار طال عمرك إيش يبقى في يدي وأحطه على جنب والتراب. المهم يقول حطيت مجموعة حجر، المشكلة يقول أنا ناشف ضميان الحجر هذا أبغى أبلعه، يقول والله يا جماعة الخير إني بلعت 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 من الحجر. بالله يا اخواني ترى الكلام ترى الكلام هذا ما هو يعني روايات ولا توقعات، كلام على الدكتور كلام قاله لي ابوي الله يجعله الله يعفو عنه الله يرحمه من خرسان خرسان صار. يقول المهم طال عمرك يم نزل الحصى في بطني كانه استقر وضعي هذا وخفت الرجفه، لكن يقول قمت اصب عرق يا طال عمرك حتى اني يمكن اني اغرقت بلابسي والجو بارد. يقول من يم طال عمرك بردت وجاني العرق قام الهواء هذا يلفحني تقول انه سكاكي. يقول وصلت يا طويل العمر وطلعت من الجبل هذا قال ليلي وطيح وقوم وطيح وقوم، وتراه طال عمرك متى فرع من رأس الجبل يوم أذن الصبح أذن في القرية الفلانية في قرية اسمها غاشرة في بلاد بلسمر يعرفون الكلام هذا الشيبان. يقول الله اسمع الله أكبر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. يقول أنا خابر واحد شائب على دربي حيها الصوت أي والله حاط بيت شعر على عريش كده في, في, في الجبل وحط حلاله. يقول اجي عندهم طال عمرك بعد الاداء يا عم عبد الله يا عم عبد الله لبيك. يقول حي من يبهج الضيف ترحيبته يا سلام شفت ترحيبه بالضيف. يقول وعرف ان الرجال وقال هم طبعا عاملين من شجر كذا على الحلال عشان لا تخرج ينامون بالربم. نعم. قال اصبر اصبر شب النار. قال وهو شب النار النار طال عمرك ترى ما عندهم لا كبريت ولا عندهم قداح ولا عندهم ولاعة النار طال عمرك يمسكونها وطال عمرك يحلون عنها ويحطون حطوها. قال والله اني باقي واقول. قال تكفى يا عم عبد الله تكفى انقذ نفسي بتهلك. قال بي عنك ما عندي شيء. لا والله يا جماعه الخير ترى الكلام هذا بي عنك يا فلان يا محمد والله يا فلان عندنا شيء. قالت عندنا وجه الله كلهم ما عندهم شيء عندهم شيء الله المستعان يا ابو سليمان. قال شب النار طلع قال تعال وصلي انا وياك. قال ترى عندها شويه دقيق قليل بسيط كذا حجنته بنت الأجواد يا طويل العمر يوم جاء حطته في المحمس شفت المحمس هذا اللي يحطون يحطون المحماس يعني حطها طويل العمر. قال ويوم خلصها قال وهو يقبضها يقبضها قال والله العظيم والله العظيم إنه ما يأكلها لن يا عم عبد الله في خاشرني الحرمة والبيت. قال ما عليك رزقه مع الله. يقول وأكلها طويل العمر والله طويل العمر يعني ما سدت جوي. ويروح يروح القرية حقتهم ويأخذ حب ويأخذ قهوة ويرجع من يومه طال عمرك تراه ما رقد البارح ذا اليوم ما رقد ولا صلى المغرب اليوم الثاني إلا عند هلا في تام. بالله طال عمرك يومين بلياليها طال عمرك على لعنة هذا لا إله هذا بقى. وأسأل الله أن يجعلها لها رفعة بالجنة الله يعفو عنه والديكم الله يعفو عنه. واحد طال عمرك من الشباب تقول الشباب يا طول عمرك ترى الشباب بهديهم الله وترى ما لكن يمرون بظروف يا طول عمرك لا ربما أنها بعض الأشياء. أنا كنت في جهة معينة طال عمرك يعني كنت أدرس طلاب مثلا وعيت يوم من الأيام قالوا عند باب المدرسة شايب يبغاك يدخل طبعا احنا في منطقة عسكرية ممنوع الدخول هذا انت لو ما استاذنا
وجاني ذاك الرجال اللي الله يجعل ذاك اللي واقف في الجنة هو والديكم وكلهم. آمين. رجالنا عليه سمة هذا لحية طال عمرك من كبر هذا عامل لها حنة كذا كنه قدامي رجال. يا سلام. قال أنا أبو فلا أبغاه يجي وعلموني أنك المسؤول عنه. قلت تفضل. دخلنا المكتب تقهوينا وأنا ما أدري بالسالفة. يوم شوي دخل علينا في هذا وهو ينط. قال قولي يا الله. يبغى يدعي عليه. اي والله قل يا الله يا محمد ان الله لنا. قلت تكفى تراني في وجه الله ما امسك على يوم الله الهمني. تكفى تكفى يا عم كانك ما تدريبه عايب ما في خير تعبني تعب امه وتعبنا وطلع عمرك هممنا وجاب لنا طلع عمرك الاحزان المهم قام الله يتجاوز عنه ولكن ترى الصبر على الاولاد واجب. واجب انا لله وانا اليه راجعون. ما المهم هديت الرجال وقلت تكفى لا تدعي عليه. راح الرجال وقلت لا تدري خلوه يروح مع ابوه. يا محمد روح مع ابوك. الولد سكت ما قال شيء. سكت ما قال شيء والله بكى. ايش اللي الشايب بكى والولد بكى وبكينا كلنا. الله واحد منا حر حارثي الله يذكره بالخير احنا في جده قال يا ابو سليمان اجتمعنا البارحه يا اخوك جونا طلع عمرك شيبان اللي في الديرة كلهم تقابلوا طلع عمرك والله احنا بكينا كلنا والله احنا بكينا شفت له قلت ليش قال يا اخوك يوم شافوا الشيبان بعضهم قاموا يبكوا بكينا كلنا من بكاء الله المستعان. المهم يا طلع عمرك راحت الايام قلت خلوا محمد زاهر وبعد يومين هذا اللي هم يجوني قالوا اقول لك محمد زاهر ثلاثة ايام ما جاء وعندنا اوامر ما يشع ذا قالوا يطوى قيده طوى قيده ونسيت منه يمكن خمسة ستة شهور أو سنة ولا طبعا لزمت الولد أنت حدثت عليه ولا لا ما بقيت شيء طال عمرك هذا وهذا وراح مع أبوه وقده طيب وسلم على رأسه وصالحه وراحه لكن إنه اختبر وتخبر انتهى ما الله أراد له في الوظيفة ده بعد طال عمرك يمكن والله ما أدري ممكن سنة ولا شيء دخلت الطائف لعلكم تخبرون مسجد الهادي إنه من الجهتين مسجد الهادي ومن الجهة الثانية مسجد ابن عباس الله اي والله صليت في مسجد شبرا ودخلت سوق الطائف اللي والله طال عمرك قدنا فاضوا الناس طالعين من المسجد ولا في واحد يلقى محاضرة اذا الصوت اللي يرن فيه مسمعين الله والله ما اكذب عليكم صوت هذا من هو هذا من هو هذا المهم قربت من الباب كذا وطالع اللي والله انا على المنبر يا طول العمر اللي والله انا محمد زاهر لا والله ما اكذب عليكم المهم دنيت طال عمرك وعديت يمكن في الصف الرابع ولا الخامس المسجد مليان ضحك عرفني ويوم غلق المحاضره سبحان الله ايش يتكلم فيه يتكلم فيه بر الوالدين لا اله الا الله شوف مغير الاحوال الرجال سلم علي يا عم عبد الله ويا عم عبد بشرني عنك قال والله بشرك الوالد والوالده اللي مودي ابشرك بانهم ماتوا الله يجعلهم في الجنه ولكن بشرك اني لازمتهم لين غادروا فلان بشرك اني موظف ووضعي طيب ولا علي خلاف وانا بشرك طال عمرك في المحل الفلاني واي خدمه فلذلك يا طال عمرك اقول طال عمرك حياكم الله وارحبوا يا اثنين يا اثنين يا اثنين حياكم الله وارحبوا يا اثنين عم اجلس الحكمه مع مشاهدين شرفتونا وسعتونا بالزياره في مجلس من جاه يرجع بفوده في مجلس من جاه يرجع بفوده بيض الله وجهك وصح لسانك ما دامك غيرت الجو بشيله معنا ابو علي صوته جميل وعندك قصايد زينه انت يا بلقفص وش رايك تعطينا واحده منها ثم نواصل حديثنا مع ابو علي وابو عبد الرحمن وابو صالح ناخذ مواقفهم مع ابائهم تفضل يا ابو علي شيله ولا شيله اللي تبي بلقفص متخصص بالشيله طلع ايوه علومه كلها زينه يقول يا الله يا الله يا عالمنا ويا البشر يا رب يا منزل الغيث يا سامع لمن هدعاه سبحانه يا مالك الملك يا من بيدك امر القدر سبحانه عفوك ولطفك بعبد لاذبك من خطاه لطفك يا من بعبد لطفك وعفوك خلا لا تشيل هبل لأننا أطول بنبغى نسلم نسلم يا منجي يا منجي من عبادكم مهلك من كفر
يا رازق الطرياك التابي موت وحياة. يا سلام. تفرج لمنه لجابك واشتكى واعتذر واستغفرك وانحنى لك وابتهل في الصلاة. عاش متغير. أنت الرحيم الكريم الولي المقتدر وانت الذي من لجابك ما تخيب رجاه. أسألك العفو والغفران يوم الحشر يا رب يوم ان كل يرى ما قدمت له يداه. يا سلام. اعوذ والوذ بك من كل سوء وشر لا كثرت ذنوبي وبانت فعول العصاة. الله المستعان. سهل لي أمري وجمل ما بقى من العمر يا رب واكتب لي الخير يا ربي بكل اتجاه واكتب لي الخير يا ربي بكل اتجاه. صح لسانك بلك بس. صح ربي بكل اتجاه. بيض الله وجهك. لكن عجبنا الصوت يا ابو علي نبغى واحده ثانيه. يلبي لك قصيده مشهوره منتشره شو اسمها ابو علي؟ ابو علي الشمراني. عسى الله عسى الله يسقي ايام البساطه. البساطه عسى الله يسقي ايام البساطه. هي لك منتشره هذه؟ اي نعم نعم. يا سلام اعطني اياها لهن. اني كثرت من القاعه يا زين. انها حلوه يا ابو علي لكن طلبها ما يمل منه. لا هي ما يملك يا ابو علي. ما يملك؟ الا والله. خلاص ما يسبقك على حق حقد. كلام. الا والله الزين ما يمل منه. اي والله. يقول دقيقه لو سمحت يا ابو علي. يا ابو تخيل. عمران. يروح يجيب لنا ثنتين مخدات نحطها لك هنا وتنسدح. ايه ايش رايك انت من كراكد معنا؟ احنا في برنامج لايف على قناه عالميه ما هم غير السعوديين يشاهدونه يشاهدونه من جميع دول العالم. هم يقولون يا مسلمين البرنامج هذا جايب لهم عود الراقد. ترى خشع ما هو خشوع. لو سمحت انتوا الجنب هذا انتوا اليوم خاوزين مع ابو تخيل. خلاص تشهد ولا لا؟ كان يجيب ايش يا ابو عبد الرحمن؟ في رجال يجيب الرابج يرقد هذه بدها غفوة الصالحين. احنا ما اعطيناك كاسة بلاك كافي. ما نفعني. وش زيك طيب؟ ما ابي اقريس. اقريس 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 استحيني بوجمه والله استحيني. يعني انت ما يصحيك الا لا لكن ان شاء الله بنحنا بالعافيه. بنحنا كيف؟ ان شاء الله انا ما عندي براقه. طيب بيغني ابو علي وقم عاش متخيل اللي جاي صح صح. تفضل يا ابو علي يلا. خليني ابو بهاء خلك تصحصح. يقول يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله. عسى الله يسقي ايام البساطه زمان ما تلوث بالوساطه وكان الجار بالجار ارتباطه وكان الوصل ممدود حباله وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة وكان الشخص يسمع قول عمه إذا نادى حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم رواد شكالة. نهر العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بيالة وكان يشربون إلا بيالة وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع لهنا سلسلة وصارت الأرض بالخضرة جميلة وشكل العشب من شافه سعالة وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقها طلوة بالغمامة عليهم يا عرب مني سلامة
عدد من يذكر الله بابتهاله وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثر التزاحم إذا قفى شر جا شر بداله نصلي في السنة 20 مرة ليل استسقى ولا هلي قطرة بلانا من معاصي مستمرة ترد الخير بي عنا بي حالة فيا كم واحد يحسد قريبه علشانه تغانى يا مصيبه ما ود اخوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر تشوفه ينتظر ساعة زواله وحنا في زمان قد قلتها زمان وضعها قشر وحنا في زمان وضعها قشر تغلب في طباعه داعي الشر قليل ما تلاقي كلمة أبشر فقدها الرجل حتى في عياله صدق سلامتك سلمت بيض الله وجهك والله يجمل حالك ومن يسمع طيبه من طيب صح لسانك طال عمرك الله يطيب أخوي طيب. حمدان أبو علي حبيبي أكيد أن أيضا لك مواقف مع والدك الله يعفو عنه نعم بجيب بيتين عليه أسلم على الموضوع هذا وبجيب قصة قصيرة إن شاء الله أسلم والديك وصفهم ربي إليك وكد المختار واجبهم عليك.